بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. كتاب الحديث للإمام محمد بن عبد الوهاب يرحمه الله، يشرحه ويعلق عليه معالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. الحلقة 67. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات المستمعون والمستمعات الكرام، مستمعي إذاعة نداء الإسلام، إلى هذه الحلقة الجديدة من سلسلة دروسنا ومجالسنا في شرح كتاب الحديث للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، والذي يتفضل بشرحه وبيانه والتعليق عليه معالي شيخنا الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، الذي نرحب به في مطلع هذا اللقاء. فأهلا وسهلا ومرحبا بمعالي الشيخ. حياكم الله وبارك فيكم. حياكم الله معالي الشيخ. نستأنف ما توقفنا عنده في باب صفة الصلاة، إذ قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نهض من الركعة الثانية استفتح القراءة بالحمد لله رب العالمين ولم يسكت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا الحديث من جملة الأحاديث التي تصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، منها أنه إذا قام إلى الركعة الثانية فإنه يفتتح القراءة بالحمد لله رب العالمين. وإنما الاستفتاح الذي قبل الفاتحة في الركعة الأولى. نعم. وعن رفاعة بن رافع مرفوعا: إذا أنت قمت في صلاتك فكبر الله تعالى ثم اقرأ ما تيسر عليك من القرآن، فإذا جلست في وسط الصلاة فاطمئن وافترش فخذك اليسرى ثم تشهد. نعم، وهذا فيه صفة التشهد الأول، جلسة التشهد الأول، أنه يجلس مفترشا رجله اليسرى، يجلس عليها وينصب الرجل اليمنى، يجعل أصابعها نحو الأرض متوجهة رؤوسها إلى القبلة. هذه الجلسة التشهد الأول. نعم. ولمسلم عن ابن الزبير قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قعد في الصلاة جعل قدمه اليسرى بين فخذه وساقه وفرش قدمه اليمنى. نعم، بين فخذه وساقه، يعني أنه يفرش الرجل اليسرى ويجعل القدم قدمها بين فخذه وساقه، بمعنى أنه يدخله بين الفخذ والساق. نعم. ولأبي داود في حديث أبي حميد: فإذا كانت الرابعة أفضى بوركه اليسرى إلى الأرض وأخرج قدميه من ناحية واحدة. أما في الجلوس للتشهد الأخير فإنه يجلس عليه الصلاة والسلام على الأرض وينصب الرجل اليمنى ويفرش اليسرى ويخرجهما من تحته ويقعد على الأرض عليه الصلاة والسلام. هذه في الصلاة التي لها تشهدان: تشهد أول تشهد أخير. في التشهد الأول يفترش، في التشهد الأخير يتورك. نعم. وعن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في الركعتين الأوليين كأنه على الرضف، قال: قلت: حتى يقوم؟ قال: حتى يقوم. نعم، هذا الحديث معناه أنه يخفف جلسة التشهد الأول كأنه على الرضف، يعني كأنه على الحجارة الحامية من العجلة، هو يدل على أن التشهد الأول
خفيف بخلاف التشهد الأخير الذي يعقبه السلام فإنه يطمئن فيه. نعم. وفي البخاري عن أبي قتادة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأقوم إلى الصلاة وأنا أريد أن أطول فيها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي كراهية أن أشق على أمه. نعم. وهذا الحديث فيه أن الإمام يراعي أحوال المأمومين فلا يطيل إطالة تشق عليهم، فكان من هذا أنه صلى الله عليه وسلم كان يحب أن يطيل، لكنه إذا سمع بكاء الصبي فإنه يخفف رحمة بأمه لأجل أن تتفرغ لطفلها. فهذا فيه أن الإمام يراعي أحوال المأمومين. نعم. وعن أبي قتادة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته. قالوا: يا رسول الله، وكيف يسرق من صلاته؟ قال: لا يتم ركوعها ولا سجودها، أو قال: لا يقيم صلبه في الركوع والسجود. السرقة كلها سيئة من الأموال، تقطع فيها اليد، وأما في العبادات فإن صاحبها يأثم، وقد لا تصح صلاته إذا فقدت الطمأنينة. فالذي يستعجل في صلاته ولا يطمئن هذا يكون قد سرق صلاته، سرق صلاته يعني أنه فرط في شيء منها وخل بها. نعم. إن الله لا ينظر إلى صلاة رجل لا يقيم صلبه، يعني ظهره، لا يمد ظهره في ركوعه وفي سجوده. ففيه أنه يجب على المصلي أن يمد ظهره في ركوعه ويمد ظهره في سجوده ولا يحنيه ويقبضه. نعم. وله عن علي بن شيبان مرفوعا: لا صلاة لمن لا يقيم صلبه في الركوع والسجود. هذا الحديث فيه أنه لا تصح صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع ولا في السجود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نفى صلاته، فقال: لا صلاة لمن لا يقيم صلبه، يعني يمد ظهره في الركوع أو في السجود. نعم. وعن أبي مسعود الأنصاري البدري مرفوعا: لا تصح صلاة لا يقيم فيها الرجل صلبة في الركوع. وهذا أصرح من الحديث الذي قبله، إن الله لا يقبل صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع، فلا يقوس الراكع ظهره وإنما يمده مستويا ويجعل رأسه حياله، لا يخفضه ولا يدليه كما مر في الأحاديث. نعم. وعن ابن مسعود قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد وكفي بين كفيه كما يعلمنا السورة من القرآن: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذا حديث ابن مسعود رضي الله عنه في صفة الجلوس التشهد الأول، هذا سبق، وفيه بيان الذكر الذي يقال التشهد الأول، وهو التحيات لله والصلوات الطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذا التشهد الأول
الذي علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وهو تعليم للأمة، تعليم للأمة، وفيه فضيلة لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه. يقول: كما يعلمنا السورة من القرآن، ففيه تعليم الجاهل كيف يصلي ببيان صفة الصلاة وما يقال فيها وما يقرأ فيها من الدعاء ومن القرآن. نعم. وفي لفظ لهما: فإنكم إن فعلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد لله صالح في السماء والأرض. نعم، هذا فيه بيان السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. فإنك إذا قلت ذلك فقد سلمت على كل عبد صالح في السماء من الملائكة وفي الأرض من الآدميين، فهذا فيه فضل هذا التشهد الذي فيه هذا الدعاء بالسلام على عباد الله الصالحين، فيشمل كل عبد صالح في السماء وفي الأرض. نعم. وفي آخره: ثم يتخير من المسألة ما شاء. في التشهد الأخير إذا فرغ من الصلاة الإبراهيمية فإنه يتخير من الدعاء ما شاء مما يليق بحاله وما يحتاج إليه في أموره، فحري أن يستجاب له ذلك. نعم. وعن ابن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن، فكان يقول: التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. نعم، هذا فيه بيان التشهد وما يقال فيه كما ورد في هذا الحديث والأحاديث التي قبله: تحيات لله، أي جميع التعظيمات لله سبحانه وتعالى، تحيات لله والطيبات، تحيات المباركات، المباركات الطيبات، الصلوات الطيبات، هذا وصف لها، التحيات والصلوات الطيبات المباركات. هذا وصف لهذه الكلمات وما يقال في التشهد الأول، كلها لله، تعظيمات كلها لله عز وجل. وليس معنى التحيات السلام، فإن الله لا يسلم عليه، وإنما معناها التعظيمات، جميع التعظيمات لله سبحانه وتعالى ملكا واستحقاقا. نعم. وعند مالك في الموطأ: وتشهد عمر: التحيات لله، الزاكيات لله، الطيبات، الصلوات لله، وسائره كابن مسعود. هذه رواية عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهي تختلف عن رواية ابن مسعود في أولها، وكلها تتفق في المعنى، كلها تعظيم لله سبحانه وتعالى. نعم. وروى النسائي التشهد عن جابر وفي أوله بسم الله وبالله، وهذه زيادة عن جابر أيضا، أنه يزاد في التشهد بسم الله وبالله. نعم. وعن أبي مسعود الأنصاري قال: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في مجلس سعد بن عبادة، فقال له بشير بن سعد: أمرنا الله أن نصلي عليك يا رسول الله، فكيف نصلي عليك؟ قال: فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تمنينا أنه لم يسأله، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم
إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد، والسلام كما قد علمتم. نعم، هذا التشهد الأخير أنه يقول فيه بعد التشهد الأول أنه يقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذا في التشهد الأخير، وهي الصلاة الإبراهيمية. وآل محمد يطلق ويراد به قرابته، ويطلق ويراد به أتباعه، فآل محمد أتباعه. نعم. ولأحمد: كيف نصلي عليك إذا نحن صلينا في صلاتنا؟ نعم، أنهم سألوه صلى الله عليه وسلم ماذا يقولون في صلاتهم على النبي صلى الله عليه وسلم في تشهدهم، علمهم صلى الله عليه وسلم ما يقولون، وهو ما ورد في الحديث السابق. نعم. وعن كعب بن عجرة قال: قلنا يا رسول الله قد علمنا أو عرفنا كيف السلام عليك، فكيف الصلاة عليك؟ قال: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذا الحديث كالذي قبله، أنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم كيف يصلون عليه بعدما عرفوا كيف يسلمون عليه، لأن الله جل وعلا قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فكانوا يعرفون لفظ السلام على الرسول صلى الله عليه وسلم، لكنهم لا يعرفون صيغة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فعلمهم صلى الله عليه وسلم أن يقولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هكذا علمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يقولون في التشهد الأخير، وهي الصلاة الإبراهيمية. نعم. وفي حديث أبي حميد: اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وهذا فيه بيان أزواجه وذريته، وهم داخلون في آله صلى الله عليه وسلم، لكنه ينص عليهم لفضلهم. نعم. أحسن الله إليكم معالي الشيخ، وضعف مثوبتكم إلى هنا. نأتي وإياكم أيها الكرام إلى ختام هذا الدرس 68 من دروس شرح كتاب الحديث، نلتقي وإياكم في الدرس القادم إن شاء الله، وأنتم على خير.